هاي جبان هاي ورا عمال خاو تم مدفوني كخادين الثوره ذو قعده وكنا نعرفوهم مجاهدين بكري نعرف ما راه في الخمسينات كانوا هنا مجاهدوا هذا الشيء هنا راه مقع موتى كلنا مقاش الجلبه الجلبه كاع قاش ياكل مرتو وصل السلطات المحليه نقول لهم خدمونا الطريق هاي وراها الطريق مكسره نتاع الشيش تحت الميكروفون هاي الجبانه مكسره لم يخدموهاش وراهم مسؤولين تو احنا الكبار وراه من صحاب الجلف وراه اللي يجو يدرك اللي يجي يدرك يا 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 يجو يروحوا ينتخبونا يروحوا ينتخبونا ومن بعد يدركوا هذو راهم رجالاء لا ولي ولاية رئيس المجلس الشعب الولاية رئيس مجلس الشعب بلدي نطلبوا منه هذا المسؤولين انه يشوفوا هذه الجبانه اللي قال عليها اللي يقولوا احنا بمثابه مجاهد واللي هو عصاد اللي هو اليوم بجوار هذا الملاعب ملاعب حواس استصرف عليها رئيس المجلس الشعبي القديم اللي هو حرفوش اللي ما شافوش هذه الجبانه حنا يوم نطلبوا منهم يد العون منتخبين من طرف كل مسؤول او اللي يمد يد العون نتاعنا حنا يجيب لنا صور لهذه الجبانه اليوم لهم مجاهدين اظن حروا بلاد حروا ثوره الحمد لله اليوم عندنا احنا رئيس نفتخر بالجزائر عزة الكرامه نفتخر بهذه الولايه ولايه جلفه نفتخر بهذا الملعب ملعب حواس نفتخر بهذا حواس اليوم تجي العائله اللي بعد ما كنا نطمحوا لها اليوم طمحنا لانه كان عويل هنا الحمد لله اليوم احنا نبنوا نعاونكم احنا نعاونكم انتم مسؤولين احنا نعاونكم احنا كشعب لا ما لحقناهمش احنا خدمنا ودرنا وسعينا وشفنا مسؤولين وشفنا ناس جهدنا في هذا حواس باش نبنوا هذا الملعب بنيناه انتم كمسؤولين يوم شوفوا الخالق هذا اليوم موتى اليوم اعطونا حق كرموه اعطونا حقهم كرامه اعطونا كرامه لهم كمجاهدين كشهداء كماتوا على هذا الوطن كماتوا على هذه الولايه مثلهم ابنائهم مشايخهم ما شاء الله لما ذا بينا احنا تجوا وتشوفوا هذا الوضع الوضع اللي رانا فيه بنونا اليوم صعب احنا ما طالبين حتى عيد هذا راه ماهوش مطلب هذا راه لو تراوع عليه هذا راه مشروع مشروع ماهوش مطلب لو نقول لكم المطلب مطلب ماناش نطلبوا في زكاه ماناش نطلبوا في وظيفه ماناش نطلبوا في عمل ماناش وانما نطلبوا في بناء صور لهذ المجاهدين كرامه لهم في القران الكريم يقول لك اكرم الميت احنا راك نرموا الموت تطلبوا احنا نبنوا بدينا وتمعاونوا المبالغ الماليه احنا نبنوا بدينا وتمعاونوا المبالغ الماليه ماناش طالبينكم انكم تجيو تبنوا لا لا احنا نبنوا ثم اعطونا مبلغ مالي برا رئيس مجلس الولايه طويسات رئيس مجلس الشعب البلدي زروق عميره ولي الولايه الضيف شوفوا لهذ الناس شوفوا لهذ الناس اللي راه تعاني عانات وعانات 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 بارك الله فيك شكرا